بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد متحل علينا نعمته وبركته من الابد كلها امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس يعتبر عيد الرسل. كنيسه النهارده بتقول لنا انجيل جميل قوي. الحقيقه هو مش لبولس وبطرس بس الحقيقه ده ولينا كلنا. يقول كده: ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطان ارواح النجسه حتى يخرجونها ويشفوا كل مرض وكل سقم. الحقيقه دي اول رساله ربنا بيقولها لنا النهارده، ان المسيح اختار تلاميذه ودعاهم. اختارهم ودعاهم ليه؟ شاف فيهم حاجه كويسه وعايز يشتغل بيهم للعالم كله، واختارهم بعناية فائقة. وشفنا قد ايه ان هو اختار بولس مع انه ما ذكرهمش في ال 12، لكن اختار بولس لشاول الطرسوسي برضه بعناية فائقة. ايه الاختيار ده؟ والمسيح نفسه قال للتلاميذ: انا اللي اخترتكم مش انتوا اللي اخترتون. والحقيقة احنا كلنا ربنا اللي اختارنا. هل حد ليه فضل ان هو يكون مسيحي أو يكون موجود في الأرض؟ الحقيقة لا، لكن ربنا اللي اختارك. اختارك يعني شاف فيك حاجة كويسة. ولو النهاردة أمسكنا بولس كمثل من الأمثلة، بولس الرسول كان راجل يهودي الجنسية، يهودي الديانة، روماني الجنسية، وكان يوناني الثقافة. ثلاث حاجات غراب جداً، صعب قوي ان تتجمع في اي حد. اختاره لانه عارف ان في قدرات يقدر يشتغل بيها. ولما شفنا قد ايه بولس او شاول يعني قد ايه اشتغل بعد كده، اشتغل جاب تقريبا ثلاث ارباع العالم. لدرجه البابا شنودة الله يناه نفسه كان بيقول لك: انا محتاج واحد بس زي بولس، ومش محتاج اي حد من الاساقفه ولا كهنه ولا اي، انا عايز بولس واحد واخدم بيه في العالم كله. ده قد ايه من قوه بولس. طب اختاروا ليه؟ اختاروا لانه في حاجه حلوه عايز يشتغل بيها. والحقيقه انا وانتم برضو مختارين من قبل الله، والا ما كانش اختارنا، كان جاب حد تاني بدلنا، بس هو اختارنا احنا. ويقول لنا كده بيذكرهم بالاسم ال 12، ايه ال 12؟ الثالوث في الاربع الاركان، والثالوث اشتغل فينا كلنا في اربع اركان العالم. فاين احنا ال 12؟ يعني انت مكتوب في سفر الحياه، زي ما اسماء الاثنى عشر مكتوبين واحد واحد باسمه، انت كمان مكتوب باسمك في سفر الحياه. طب عايز يعمل ايه؟ اداك السلطان. ايه السلطان ده؟ السلطان على الأرواح النجسة، وإداك سلطان تشفي الأمراض، وإداك إن أنت تعمل معجزات. طب إحنا ما خدناش حاجة من دي. لا، الحقيقة أنت خدت السلطان، لأنك الله أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. تقدر تدوس الشيطان برجلك. ليه؟ لأن الله ساكن في داخلك، الروح القدس في داخلك. طب إيه بقى؟ ما انت بس انت لا مؤاخذه يعني انت معاك السلطان بس انت ما بتستعملوش. انت بتترعب من الشيطان وبترعب من اي حاجه حوالين منك، مع انك جواك الروح القدس العامل فيك. بس انت خد بالك من الموضوع ده. لو انت صدقت هيشتغل معاك، لو ما صدقتش مش هتشتغل. اشفوا المرضى. اداك القدره بالروح القدس اللي جواك ان انت تشفي اي مرض حوالين منك وفي نفسك. ايه المرض ده؟ ما هو اي واحد بعيد عن ربنا ده مرض، اي واحد خطيه كسراه ده مرض. وانت سهل قوي تتوب اي حد، تعلمه ازاي قد ايه ربنا بيحبه وترجعه لحضنه، ما هو ده شفاء مرض. النهارده لما يكون واحد بعيد عن الاعترافات وعن الكنيسه وعن وعن وعن، وقلت له: تعالى حبيبي، ده ربنا بيحبك وابونا مستنيك، ما تيجي نقعد نتكلم معاه. انت مش شفيت مرضه؟ ما هو مرضه ان هو كان بعيد عن ربنا. خلي بالكوا امراض الجسديه دي اصلا نتيجه المرض الروحي. احد الدكاتره والعلماء قال ان كده الانسان
مخلوق ان هو يقاوم اي مرض في الدنيا من تلقاء ذاته، مالوش اي دواء. الانسان طبيعي كده، لكن مشكلته ان هو بيمرض لما يمرض روحيا ونفسيا، فيبتدي تقل المناعه فالمرض يقوى عليه. فربنا اداك القدره دي ان انت تقاوم اي مرض من تلقاء ذاتك. لكن انت بعدك عن ربنا وبعدك عن الفرح والمحبه والسلام، بقى جواك ضيقه وغل وتعب، المناعه تقل والمرض ينتصر عليك. وارجعوا كده صدقوني، يعني حتى امراض الكانسر يقول لك ممكن تنتصر عليهم بالحاله النفسيه الحلوه، ان انت تقرب مع ربنا. وحاجات حصلت فعلا، دكاتره عالجوا نفسهم في خلال 6 أشهر نجوا من هذا المرض اللعين بمجرد ان هم قربوا من ربنا، وعملوا ان هم بعدوا عن كل خبر سيء وعاشوا في المحبه والفرح والسلام وطول الأناة والوداعه واللطف والصلاح والايمان والتعفف. ايه هي ثمار الروح؟ عشان كده ربنا اداك السلطان، اختارك وعارفك ان انت تقدر تشتغل، هو يشتغل بيك. وعشان كده قال لك انتم نور العالم وانتم ملح الارض، زي ما التلاميذ كان نور العالم وملح الارض، ما انت تلميذ من تلاميذه. طب مطلوب منك ايه؟ يقول لك اولا اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الضاله، وده اول حاجه تعملها. اذهبوا الى بيت اسرائيل، خراف بيت اسرائيل الضاله. طب دي معناها ايه يا رب؟ معناها ان انت اول حاجه انت مسؤول عن بيتك واسرتك. كل واحد فينا مسؤول عن بيته واسرته، اول حاجه يعملها في حياته. انت كويس ان انت موجود في الكنيسه، حلو، على عيني وعلى راسي، بركه كبيره. طب بيتك بقى واسرتك فين؟ هل افتقدتهم؟ هل شفيت مرضهم الروحي؟ هل قربتهم للمسيح؟ ولا انت سبب بعدهم عن ربنا؟ انت سبب تعبهم. سامحوني كتير قوي، ناس يقول لي شايف يا ابونا قاعدة طول الليل والنهار في الكنيسة لكن في البيت مولعة البيت نار، شايف يا ابونا قاعد هاري الدنيا خدمة لكن في البيت مولع الدنيا نار. طب فين خراف بيت اسرائيل الضالة؟ فين بيتك؟ أورشليم أولا، أورشليم ده بيتك ومكانك. تخيلوا لو كل واحد فينا دلوقتي، احنا هنا اسم الصليب هنلاقينا مثلا ايه 700 500، أي رقم موجود في ال، هنقول 1000، ومش كده بس هنقول مثلا 1000، الألف دول على الأقل 600 أسرة، صح؟ ال600 أسرة دول لو أنا كسبتهم للكنيسة وكل أسرة من دول بقت أسرة محبة للمسيح وجواها سلام، بقت الكنيسة كلها ايه؟ سلام. لو كل أسرة اتشال منها المرض بقت الكنيسة كلها سليمة وحية وفعالة. طيب ما فين دورك؟ ليه الكنيسة ضعيفة؟ ليه الناس تعبانة؟ ليه الناس قرفانة؟ ليه الناس قلقانة من الدنيا؟ شايف يا ابونا اللي بيحصل، شايف اللي بيحصل، شايف اللي بيحصل، ده انا اكون انا سبب القلق اللي موجود في البيت. انا عمال ببقى اوير قوي بالاخبار والدنيا الصعبه قوي، وانقل قلق العالم ادخلهم للبيت. شفت اللي حصل، شفت اللي حصل، شفت اللي حصل، ده حصل وحصل وحصل وحصل، شفت الدنيا غاليه ازاي، شفت الزيت بقى بكام، شوف الرز بكام، شوف مش عارف ايه. يا نهار ايه يا جماعه في ايه؟ ده كله هو ايه يا رب؟ في ايه؟ واحنا خلاص بقى حبيبي، انت فين؟ فين سلامك؟ فين السلام اللي انت بتشيعه او تنيره للاسره كلها؟ فينك؟ فين المحبه؟ فين الهدوء؟ فين الطمانينه؟ فين كلمه ربنا اللي تطيب خاطر كل انسان؟ انت ذراع ربنا اللي بتطبطب على كل واحد موجود في البيت. حقيقي الكنيسة تعبانة عشان احنا تعبانين، لكن لو كلنا قريبين من ربنا وفعلا ربنا استخدمنا السلطان، السلطان اللي ربنا مدهوني ومدهونك، سلطان الانتصار على العدو وكل افكاره، سلطان شفاء المرضى،
سهل قوي ان انا اشفي كل اللي حوالين مني. سيبكم من الامراض الجسديه، الامراض النفسيه اهم واصعب واصعب، لان هي دي اللي بتقتل الانسان. عشان كده احبائي النهارده فرصه، بولس ربنا تعامل معاه بقوه رهيبه، واختاره شفناه قد ايه وقف قدامه في السكه مع انه كان مفتري، وقف قدامه كسره قدام نفسه لكن ما كسروش قدام الناس. بولس اللي كان واخد من رؤساء الكهنه امر ان هو يقبض على الناس ويجيبهم مقيدين للكنيسه للمجمع، ربنا وقف بس قدامه وراح جه قال له كده: شاول شاول، صعب عليك ان ترفس مناخس، لماذا تضطهدني؟ على فكره كلنا شاول وربنا بينخص، بس هل انت بتاخد بالك من النخس اللي بينخصه؟ كلنا عمالين بنتضرب على دماغنا، يقول لك فوق، انت عارف انت مين، عارف انت جاي ليه، عارف انت مفروض مطلوب منك ايه. كسر قدام نفسه لكن قدام جنوده ما كانوش سامعين ولا شايفين حاجه. راح جه في الاخر قال: ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ماذا تريد يا رب ان افعل؟ على فكره السؤال ده صعب جدا ان اي حد يقوله لربنا، يعني احنا ياما بقينا بيقولوا كتير، لكن لو بتقوله من قلبك هو ده المطلوب منك، عشان تعرف ماذا هو مطلوب منك في الحياه. ان كل واحد فينا ربنا اختاره ودعاه لمسيحيته عشان عايز منك حاجه، عايز يشتغل بيك في حاجه مهمه جدا. واخد بالك ولا مش واخد؟ لو انت لغايه النهارده بعد العمر ده كله لسه ما درتش، انت بتضيع وقت، بتضيع وقت في العالم. قل له بجد: ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ويوم ما هتسأل منه السؤال ده بجد هيبتدي يشرح لك: انا عايز منك كذا وكذا 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 وكذا، بس لاحق على اللي مطلوب منك. لكن تعال النهارده اسأل اي واحد كده، كل واحد يسأل نفسه: انت عارف انت جاي ليه؟ انت عارف انت ليه ربنا اختارك تبقى مسيح؟ ربنا اختارك ازاي تبقى في الكنيسة الارثوذكسية؟ ليه؟ اسأل نفسك، انت مش جاي بالصدفة ولا جاي بالغصب، لا ده باختيار الله. يقول لك: من قبل ان صورتك في البطن عرفتك باسمك، انت لي، انت بتاعي، انت بتاع المسيح. بس انت الحقيقه مشغول بحاجات كتيره قوي، مشغول بالعالم وبالعيال وبالدنيا وبالاقتصاد وبال، من فضلك فوق، من فضلك خد بالك، الدنيا عماله بتضيق. ليه؟ عشان احنا بقينا مش فايقين، مش واخدين بالنا. كلنا موجودين بالجسد جوه الكنيسة، لكن قلوبنا بعيدة خالص عن ربنا. لو سمحتوا ارجعوا، ارجعوا لربنا. ربنا عايز كل واحد فيكم، عايز كل قلب، وعايز كل بيت. انت مسؤول عن بيتك النهاردة قدام ربنا، طالما سمعت الكلمة دي يبقى انت النهاردة مسؤول عن بيتك. دور عليه، رجعه واحد واحد، انت المسؤول امام الله عن بيتك واحد واحد. اطلبوا خراف اسرائيل الضالة، دي اهم حاجة. عشان كده احبائي النهاردة فرصة في بولس وبطرس النهاردة وعدهم، نفتكر ان ربنا مختارنا زي ما اختارهم بالظبط، ولينا عمل. فنقول له النهاردة: ماذا تريد يا رب ان افعل؟ لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وأبد كل آن.